تحقيقات في بلادنا ومن بعد نربحوا شي على الاكستيريور المريخ وهذه راهي حسابات راهي ما عادش معناتها الناس تخمم كي اليوم اسكو عندك فريق قادر على المنافسه وكيما يلعب في بلاده وكيما يلعب خارج بلاده والا ما عندكش اليوم الترجي ماهوش اينا فالوريت الترجي هذا التونسي ممكن كان جاء ويلعبوا في ماتشوات والريتم يبدا مثلا كونستان 4-1 وعندنا برنامج واضح حاجه اخرى نحكيوا على البرفورمانس ما هكا كمال ترش بانه ضر الترجي برشا المشاكل اللي عند نادي الافريقي والنجم الساحلي ونادي الرياضي الصفاقسي على الكونكورنس في الكونكورنس بالطبيعه كي تبدا ما معناها مش كيما الكلوب قويه كيما الاتوال قويه كيما سياسات قويه معناها بالمشاكلهم معناها يعني عندهم برشا مشاكل ماديه خاصه الترجي البطوله هذه نجم تصعب عليه معناها كثره البطوله بالطبيعه في المنافسه كي تغيب عليك الكلوب افريكان الاتوال سياسات يبداو بعاد على التيتور يبداو بعاد على الكونكورنس سي نورمال انت باش تتاثر على خاطر ريان نوفو لا كونكورنس سورتو مع لي غراند زيكيب كي تبدا تلعب على ليشيل افريكان دونك سي سور شوف الاسبيرونس اول حاجه الملاحظه مهمه في القرعه اللي ما فماش لي فواياج في الافريق شنو يعني كلهم بلدان عربيه مصر الجزائر السودان دونك ما فماش كل لي فول نتاع 12 15 ساعه و20 ساعه دوك لي فول اللي تعبوا اثنين الاسبيرونس تو في الوقت الحالي ماهيش حاضر في فيفري تنجم تكون حاضره في لا كومبيتيسيون ترجع في لي ماتش ورا بعضهم دونك تنجم تكون حاضره في فيفري حاجه ثالثه للاسبيرونس لو برومي اوبجيكتيف نتاعها هي الشامبيونز ليغ الشامبيونا ما عادش يعني الشامبيونا حاجه ثانويه نجم نقول خاصه وقت نجم تكون نسخه الاخرانيه من الشامبيونز ليغ الشامبيونز ليغ بالنسبه للاسبيرونس على خاطر سنه عملت لي ريكروتمون وجابت لي جوار سويفون هي لي بيزوان اللي هي حشتها به في الشامبيونز ليغ وشنو باش تحضر به اما ثانويه كمال تو معناها ايماجيني ثانويه تعرف علاش ثانويه وليد بطوله مثلا ثانويه على خاطر ما عادش فما منافسة في البطولة أيه. ماتت المنافسة في هو البطولة هو السؤال سألته أنا الكمال يعني معناها كومبيتيسيون منافسين قويين حتى هي ترجي تساعدها أنه يكون لا أنا تعرف شو فهمت أنا نقصد